All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح أعطيكم بعض الأدلة على وجود DLC قادم للستوري مود للعبة Red Dead Redemption 2، فيلا نخش في المقطع. طبعا كلنا نعرف أنه لما تخلص الجزء الأول من لعبة Red Dead Redemption 2 في النهاية راح تلعب بجاك مورستن ولد جون مورستن. طبعا البعض يقول في ملفات اللعبة اللي هو ملفات RDR2 في بعض الحوارات الموجودة لجاك مورستن وهو كبير، وفي شخص حدث له جليتش غريب وقدر يسمع صوت جاك مورستن بشخصية جون واسمعه صوته. Oh, good evening. No more grief, all right. Can't take any more grief. You have a pleasant evening, miss. Evening, mister. The nights are the worst. Good day, miss. Morning. Good morning. Morning, partner. A very good morning to you. Hello, sir. Fine day to you. 13. Give me a card. Bust. Damn! He'll turn it around, I'm sure. 12. Guess today wasn't my day. All the best. طبعا زي ما سمعتوا هذا هو صوت جاك مورستن 100% في لعبة Red Dead Redemption 2، وإن دل على شيء فإنه راح يدل على وجود DLC قادم وفيه نقدر نلعب بجاك مورستن وتعيش قصة بسيطة معاه. يعني ممكن يكون فيه جاك مورستن يبحث عن أفراد العصابة، ويعني أو ممكن يكون له عصابة جديدة، ما أدري، يعني راح تعيش معاه قصة بسيطة. فوجود صوت جاك مورستن أحد الأدلة على وجود DLC قادم. الدليل الثاني راح يكون المكسيك. المكسيك موجودة في اللعبة لكن ما تقدر تروح لها بشكل رسمي وتستكشفها، لكن البعض راح للمكسيك بجليتشات وقدر يوصل لها ويستكشفها، وفعلا المكسيك كان فيها العديد من المباني والعديد من الأماكن، وأيضا الجرافيكس كان جدا جدا قوي بالنسبة لمنطقة غير موجودة في اللعبة، يعني خارج الماب وبهذا الجرافيكس العالي. فإن دل على شيء فإنه يدل على أنه في احتمال كبير انه راح يضاف شيء في المكسيك، واحتمال مثلا انك تلعب بجاك مورستن في المكسيك ممكن، ويعني يشوف له عصابة في المكسيك او حاجة. فالمكسيك احد الادلة على وجود DLC قادم. الدليل الثالث، لما تروح للمكسيك او اطراف المكسيك راح تسمع بعض الاغاني المكسيكية. هيا اسمع معي. طبعا هذه الأغاني غير موجودة في اللعبة أو أغاني اللعبة، هذه الأغاني فقط ما راح تسمعها إلا لما تروح المكسيك، وهذا يدل على أنه في العديد من الأشياء المخفية في ملفات اللعبة. يعني في أشياء كثيرة موجودة في ملفات اللعبة، وهذه الأشياء تعطينا أدلة على وجود DLC فعلا وهو قادم للستوري مود. الدليل الرابع، في مقطع انتشر لجون مورستن وهو يتكلم بالإسباني. اسمعوا معايا. دراكولا موهر. الدليل الخامس، ممثل شخصية تشارلز سميث نزل هذه الصورة،
وفيها يلمح لوجود DLC قادم لشخصية تشارلز. فشي رهيب صراحة لو ينزلوا لنا DLC لشخصية تشارلز، لأنه شخصية تشارلز جدا جدا أسطورية. ومن قصة تشارلز نستكشف فيها قصة الهنود الحمر أكثر وأكثر وأكثر، لأنه زي ما تعرفون في القصة ما أتيحت لنا الفرصة أننا نعرف عنهم أكثر. فإذا نزلوا لنا DLC تشارلز فممكن نعرف عن الهنود الحمر أكثر وأكثر وأكثر، وهذا راح يكون شيء رهيب جدا. طبعا لما تجي تدورها في مخك، تشارلز الشخصية الوحيدة القوية يعني اللي عايش وبصحة جيدة واللي يقدرون يعني يبنون قصة أسطورية حوله. فاحتمال انه ينزلنا DLC لتشارلز احتمال قوي وموجود. طبعا البعض تكلم عن وجود DLC قادم لسيدي آدلر، طبعا ما في اي ادلة قوية على وجود DLC قادم، بس يعني مجموعة من التوقعات. ويعني قالوا انه ممكن ينزلون لسيدي DLC وتكون في لوكا باونتي هنتر او صاعدة جوائز في امريكا الجنوبية، ويعني نستكشف معاها امريكا الجنوبية، وراح يكون مكان جديد يعني على اللعبة، ونستكشفه ونشوف يعني قصة سيدي آدلر بعد العصابة. طبعا هي بعض التوقعات، ما في اي ادلة قاطعة على وجود DLC لآدلر، لكن الادلة السابقة يعني ادلة قوية. يعني جاك مورستر يتكلم في اللعبة، يعني هذا دليل على انه صوته موجود في ملفات اللعبة، أو تشارلز يصور صورة. فيعني الأدلة اللي ذكرناها سابقا أدلة قوية، عكس سيدي آدلر اللي ما عندها أدلة. شاركونا في خانة التعليقات إيش ودكم ينزل للستوري مود كDLC. بالنسبة لي أنا صراحة ودي أشوف DLC جاك مورستن، أتوقع راح يكون شيء كبير جدا، خصوصا إنه جاك مورستن يعني تربى على أيادي أساطير آرثر مورغان، جون مورستن، دوتش، خوسيه ماثيو، أبيجيل. يعني راح تطلع شخصية أسطورية جدا. طيب كي وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ولا ما في DLC ها؟ يلا سلام عليكم.